بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إن شاء الله تعالى أنكب الله بإلنا آية الصدن يصدح إلى آية كنتني وصورة الروم وحايلو دنبيي دادكي ناسكي وحالو الدبيعيي فطرة إسلامي ألو الدبيعيي مكاسا لقى حالي يليني والإذن كو الدبيعي منيبين حالة آتهين كو أنقني إليه إلى الله واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين كو يكملها نقنين فرقوا ككلة دينهم دين تودي وكانوا هذا شيعا كوح كوح كل حزب بما لديه فرحون قلوا لبا waa isee ku farasay meeshan waxa lino sheegaya daqanka dabeecada uu insaanku leeyahay dabeecada insaanku leeyahay weeda masana sadadka markuu taabto durun dib abaar iyo jirro iyo wax lamida daawo rabbahum rabbigood bay bariye muniibeen xaalay u tooba keenayaan ilayhi ilallah thumma idha adaqahum alla markuu dhadhansiyo minu xaqiisa raxmata raxmad ka dhadhansiyo idha waaba iyagoo isla markiiba fariiqu qayb oo minhum dadka kamidhi birabbihim rabbigood yushrikuuna ushrigeelay maxay ugu shrigeelay yakfuru inay ka gaaloobeen oo diideen bima atina wa hasilun ni'ma marka waxa lagu dhifatawato iska raaxaysta inta aad idinku sayidin la tahay raaxaysta fa sawfa ta'lamuna mardaba dogantota sawfa taswif talir Allah subhanahu wa ta'ala daqanka insaanka waxa kamid markuu dhibtaabto abaar iyo jirro iyo colaad الله بكلي بريان وتوب كنيا، مركي الله الرحمة سيانا قيب كمده، وابو مشركين، محي مشركين النقدين، إن النعمة دي الله سيه كقالوا ما، مركي وحال وجودي فحيسها، إذا كان أوجان دور، وحال واجباتي وين، مركي إلا من عصم الله وين، قف كي قال إلى ليه موي، تذكر دخل في سواسنا، دبع عدد إنسان كواسنا، تذكر قال إلى ليه، والله بيقول شيخ عليه الصلاة والسلام وعجبا لشان المؤمن في كل حالاته خير كل خير بيكون هذه اللي بتعبته وكل صبر الله لو بري خير بيكون هذه خير وانا اقولها لنا وكل شغلي قال له كل شغلي خير بيكون مؤمن كيسير وخير وهو الواخير هذه اللي بيماته يا هذه كلمة مؤمن كنبتها وخير لكن دقا كإنسان كواسين دبع عضو وإذا مثلا صدتك مركو تعبته ضر نبع تعبتي أبار أو كالي عذر يجيء أو كلا يدعون دعوا ربهم رب قد بيبري كلي منيب الحال أتوب كين يعني إليه إلى الله ثم إذا أذاقهم ركوا ألا دنسيه من حجيس الرحمة الرحمة الرب كد أبعت لجبه عذرك يدعون كذا ماذا إذا إسلا وقت جاب إذا الفجاء يلينا فريق قريب أو منه إياه كمله بربهم رب قد بيشركون أشرجي الوحكة العبادة ذل وذاجي محاشرك جكوك لفه قال لما ذكوسات كسنة يانو يكفرون إنك جالبان درتين بما أتينا وحسنون نعمنا وحي مشركين أن قنيان نعمتي لسيمي كجالبين الله وحكود فتمتعوا إسكر حيسا تذكر مشركين تأهوا إسكر حيسا فسوف تعلمون وإذا كان دون تامبا وحد عدوان الله وحليه أم أنزلنا موحان دجين ملك وحن الله عابديا عليهم دسوضا سلطانا محجا كود الجين فهو السلطان كيبا يتكلم حضليا بما شيء كهد لكانوا أيهايين يشركون بها ألا كوا يشركها محجان ألا كوا سهد الجنيبون وحن أي شركة هايان كهل الله شوء شركة كونوا حلاليا شاكس محجان لكوا سهد الجنيبون مايا إذا حجادا محيودي ديان مر حجادا حقا إيه معجزادا إيه عدلا إيه من كرتون بني آدم هيترين وإنه محمد لكوا سهد الجنيبون دي محيودي ديان دين حجاك راهيسان مال برنابي كله مايام وين أم أنزلنا موحان كوا سهد الجنيبون عليهم دشوضا سلطانا حجو وفهو حجيدي سلطان كيبا يتكلم هادليا بما شيء كهد لكارو اي هايين يشركون بها الله كوهو شريكيالا ما سلطان كيبا سا كهدليا مركا ميشو حكاكي صوب حدي حجيالا آن إنان ألا العابدين وإنان مركاد ألا عابديش وحنا أدان لكو عابديسا وإنو الدليل هايستوي سيدا اوغو وإذا أدغنا مركا أندن نسينا أننا صدتك الرحمة الرحمة فارحوا ويكفر بها الرحمة iyagoo abaareysan oo dhibaysan markay Allah roob siiyo barwaaqooba shifadii daacunku markuu ka kornoqdo way ku farxaya waa farxad yani dibkii haysebay ka baxeen wa intu shibu maday asibta sayyatul humaan bisabab ma shay sababti qadamad ay horumar saydiim gacmahood ila waaba iyagoo isla markaaba hum iyo yaqna doona quusanay
وضد كذا كيس إلا من عصمه الله قف في الله إلى ريم ويا ألو حدد كذا رحمة سيو وأبارت ككرياله ويشفيه يدعوك ككرياله ونبعته ككر رغته ويفرحيا وإيش كفرح دوا على شيء العيال وين هذي دب أصيبنا ويقوسناه مركبه ويقوسناه دب دم بخير وفي جين معيا مؤمنين تنبتي سدا ما هم مركي خير هلا ويكشكري وقال لي عابد مركي دبك ويمدنا ويصبر الله يبرئ إله نجد الغاد بإليه مؤمن كواسدا دقن في سواسدا وإذا دقنا مركان دلسينه أن صدقك الرحمة الرحمة فرحوا بها ويكفر الرحمة ده فوقكم مركو دؤوا أبارك كورن غطو فرحات بيلك لدمان هذا واجه روحنا حسوسنا دد با لبط دد با دباتا كوكالا قاعدة أما علبا روكا ينو دايد فوقكم مركو دؤوا مركاسا كلا أرسل دونا ومسألة عجيبة أنا يربا قررنا ضدك سايسي لبن إنو واحد أحمره وأيه روكا ينو دو هذا باربا كوكالا حمام بو روكا يؤبا لميوي لبط ربا سيدا وإن تصيبوا بداية أصيبتو سيئات الحمان أبار إيه بسبب ما شيء سببت قدمت أيديهم بعمه ظهور مريم وحق عمه الله عبرك فلك أنت بدن بعد عمه اللي قف ليا هو وحي ظهور مرسدين الذنب أما عربك هكذا بأمان أما إندها أما دقها أما قعمها هكذا بأمان بما قدمت أيديهم إذا واب إسليه وإسلام مركابة هم يقو يغنطون قوصانيا أولم يروا مركي قوصانيا إلهي حكمة ديسة مياني أرك أن الله ألا يفض إنه أفضيه الرزق رزق لمن يشاء وقفه دونه ويقدره وكعليه لمن يشاء وقفه دونه إن في ذلك أرنت عجيبك وحكسها لآيات أدلة وأوين لقوم القوم يؤمنون في مين مرك يقوصان أيان مر فرح أيان مر قوصان أيان وعن حكمة الله إنا يتاعي وقفك الرزق الله بالله لنا إنه نفعني وفي عيها أين أهين كرزق الله وعليه أين أهين حكمة الله ليه إنه السلاح ويالي bay sida gartaan oo xigmada Alla ku sabraano Alla khayr ka rajeeyaan way marka laaba masalxaad ogeey dad waxa jira haday faqir noqdaan diinta ba ka tagi dad waxa jira haday qani noqdaan kibri marka Ilaah ba masalxaad ka subhana wa ta'ala ee muuminka waxa laga rabaa oo hadii rizq badan Alla siiyay ku shukriyo oo sidii xaq ahayd u bixiyo oo dadka ugu gargaar hadii ay dhibaato haysto faqir yahayna inuu Allahi sabariyo oo dadka walaalihi Alla noolaan انت كريم بمومك لغا ربا الله وحليها ولم يروا مياني أليم أن الله ألا يفسد رزق رزق إنه بلاريه لمن يشاء قفك الدونه أفديه ويقدر أكعليه لمن يشاء قفك الدونه إن في ذلك قصداس ألا رزق أماموليه لآيات أدلة كسوغا لقوم قوم يؤمن الرميني وألا حكمة ديسو إنه سداتها قولنا الرمي سيوي مالك حكمة دا الله واسدا marka la markuu kugu ciliyay rizqiga halka aad sheeganinay ilaahu yuu balaad doho bari allah wuxuu leeyahay faati nabi ilaah muhammad oo siidan qurba qaraabada ku saaxibka xaq oo xaqay kugu lahayn qaraabadu xaq ba isku leedahay wal miskiina masaakiinta waxba haysanin wax sii wabna sabiil dadka wadada hayo socotada ana oo marsida ana wax sii dalka sidaas khayrun u khayr badan inay sida yeelan wax bixiyaan lil ladina ku yuriiduna doonay wajha allah alla wajigiisa doonay fidiisa doonay alla fidiisa ay rabaan walaayka kuwaasin humul muflihuuna kuwa guuleystay wa alla subhanahu wa ta'ala nabigiisa wuxuu ku yiri waxa la wixii nabiga lagu yidhaahdana wax yar oo kooban mooyee dadka loo soo gudbino dadka qaraabadu xaq ay ku leeyahay qaraabadu xaq bay ku leeyahay marka maadaama dadkii qaarna rizqu ku yar yahay qaarna ku badan yahay inta rizqiga badan haysatay waa in dadka masaakiinta wax siiya qaraabadu xaq qaar ay ku leeyahay waalidiinta xaqoodina waa waajib isagu qaraabada kalena sadaqo la bixiyo waxa u fadli badan qaraabada waa sadaqo waana qaraabo xiriirin weyn oo lagu guuleeyay miskiin iyo faqir hadii la sheego isku meel hadii lagu sheego faqirka ka daran faqirku waxba ma haysto wuxuu ku shaqeysan ma haysto miskiinkuna wuxuu ogeybo haysta laakiin kuma fila waa markii isku meel lagu sheego laakiin markii mid kood la sheego waa isku mid waa qofa waxba haysanin weyn masaakiinta wax siiba leey inagana wali noo soo gudbay dadka socotada martida dadkan wax siibaalay marka waa magaalooyinka yar yar iyo baadiyaha socotada hadda magaalada marka la joogo tii qofka aan la ogaanin inuu waxba haysanin kuma baahno meel buu iska degay hotel buu degayo hoteladu wax ka cunay
لكن قفك اللي أقاده إنه وحراه سنو صاهي لآن لهي وقفك قفك اللي أقرقاري ما قال مالكو تشوف الله وحليه فأتسي أتسي ذا القرباء قرابة كو صاحبك حقه وحقه سسيء وكوليه والمسكين مسكين كان حقه سسيء وحقه كوليه ومساكين تأين وحلسيه ذاتك حلبا كسارا إيه وابن السبيل ذاتك وضضع صاحبك سعطدا إيه مرتدا إيه سايو وذنين قراءه ذلك السداسة خير وخير بدن للذين كوا يريدون الدونية وجه الله ألا في ذهسي وجه جيس الدونية إنه الله خير له ارتقى كالدونية صدق ذا سوى عسيبوي وعلى سكون نحن ولانا هذه ذات قفك رزق بدن لسي إسكال سي تيتسده قفك رزق بدن لسي إسكال سي تيتسده مساكين تماشي وكل ما نايد سوماليد وحي أغفي عن تايوا مده هذا ذات كدرس كينا سوماليد أهي إسو قرقاري ما إياه سيد الله إيش هاي أنا أقول وح كم إذا أنا سوالف آدم يقف في عنتها ماشى قرقر كاي يسكع عن قبضك آدم يقول نفسي الله وحوليه وأولئك قواسهم يجوا المفلحون كل وقول يستوي الله وحوليه وما أتيتم واحد بحسان أو مرث بارثبا ليربو إنه إذين زيادة في أعمالنا زاد حولي صدق كنا ضحسين إنسان واحد يكون كرنا واحد بدنا يدي سعليان فلا يربو زيادة ما يكر بما عند الله الله كثير صبر كمله وما أتيتم واحد بحسان من زكاة الصدقة تريدون إذن كودوني وجه الله الله في الدهيسة فولا يكواس هم المضعفون قوة والله الله الله بوي مفسرين تو حيوب بضنتها ماشا خبض والله خبض البيعة هي خبض حدية واروح تاني وحي تلمامسا أدقوا الروح حدية سي وجدد هذا أيتها هكو سعلي وحكا بضن هكو سيو واربو مركا دنبي لماله أجل لماله خبض هذا وانا تاسي مفسرين تو انت بضن يا هذا كفر سلاوي الربا أو رباني والله بربو في بدن بيع يرث بدن في بدن وحوي روح عض وحسي صاد لا ذا هاي وحبدنا وكبدنا هكون سعلي مركين فوحي هدول في بدن هدول حاله كبحي هل هو سعلي مواجب إن له عليه لا أبى العليه ما سه واجب معها وحليه روح هدول روح فقيره روح غني أو حسيه وواجب إنه سعلي هدول شعبه إنه وسيرة أما الدولة ده أوحسي وواجب إنه يسوب بدي يسوعلي لكن لما رفع عادي وهو سمن وحي الروح عاصسي وحي واجب إنه يسوعلي لكن النبي الله محمد عليه الصلاة والسلام هدي ده مركي لوكر وكابع العلي كده مركع تفاصيلته وحي أبديه إنك في بدن وفي بدن تهي ساسين إنه كدينا إن شاء الله وما أتيتم واحد سيسان ومن في بعض ربعه زيادة كدونة ليربو إنه إذين زيادة في أموالنا سددت حوليه وضد كان هذا حسين إنسان إني وح كبدن يدين سعليان فلا يربو زيادة ما عند الله إلا كثير صبر كمله وما آتيتم واحد بحسان من زكاة الزكاة صدقة تريدون حالات كدون إنسان وجه الله إلا في ذهيس فأولئك قواس هم المضعفون قوة وحلى الله بتوي طبعا شام تضعب غلا شام إلا أنتم دانا يقول الله بلا قول هذا ألا درس بحسوني أوضن فيما كدون إنه إن لقو سعليان ولا تمنون تستكفي بالنبي قلبي مرك هذا واحد بحين إيشو بتس هدوني أو تكبا ذن هالجوس علي يا نبي قلبي وحين نبي الله أمرنا إن نقول وين أمرنا هاي وحين سجد كخاص مويا مرك وحينه نري تفاصيل تين تبا ذن ويانا نوري الباطن شيخ يا سيدنا الله كفاصيل داد ير أو جبنا يا واربدي عادي جاهدين إسكجب الله الله الذي الله وين خلقكم إذن أبوري هي ثم رزقكم إذن أرزاقي ثم يويتكم إذن دلاية ثم يحييكم مركل إذن صون ولين هل من شركائكم شركذا أد ألا وذاجين مكوشرا من أحد يفعل فلي أو من ذلكم شركذا كمذا من شيء وحنك فلي مجوبة سبحانه ألا وكان زهيه وتعالى ونكسر هيا عما يشركون وحي في رجالي حجة عدبا لصوهر دقي عر وحنا عابديسان الله سبحانه وتعالى وكإذن أبوري وكرزق إذن سيئة وكإذن دلية وكإذن صون الله عندنا كون عابديسان وحسد يلك أنا مكجرا مايا وحسد يلك أنا كويس بل سيد اللي نوع عقل علية نو الحمد لله نو سلام من ده كنا لنا يوم يعني إنه حضي خلاص اللي نقص حمو يعني نو سلام من كنا لنا الله وين وذنقنا الحمد لله سماليك بقول كيف بقول ومسلم ملك ساتيو في الصومالي بري لو يسيدك يا الصومالي تشوفني يا نمن كريستيانو الصومالي يا وحي صوصارين
Soomaalida boqolkiiba hal ba kristaan ee soo saare waa la baaday ruuxi dabeecad ay ka xumaato iska khamdiye cabamooyey ruux Soomaali oo kristaan qirta waa la waay wala soo waay meel walba inta laga baaday marka alxamdulillaah baynu nagu leenahay Allahu alladhi Allahu way khalaqakum idin aburay summa razaqakum idin arzaqay summa yumiitukum idin dilaya summa yuhyikum idin soo noolayn hal min shurakaaykum shurakadiina aad alla wadaajeen ma kamid yahay man ahad يفعل سمين كر من ذلكم أشياء ذا مش شيء وحوك سمين كر مثلا مي سبحانه ألا ونزاهيه وتعالى ونصريه عما يشكون وحشر جيلين الله سبحانه وتعالى لا ولد ولا صاحبة مدن من وعبادة اللو إذا وقرب شوقانه مثله وهو الله أبوري مثله وحكالي يا مثله الله وحوك باهيه هنا مثله سبحانه وتعالى دار الفساد فساد كيف ظاهرة في البر برق عن بضاهن والبحر بضا بسبب ما شيء سببتي كسبب أي كسوتي أي دين الناس دتك جعمهات دتك الدم بيجي لي ما دين بفساد كمال وبكبت دلكي يدعي يبابكي يأبارتي ويحدم بعد لعي دتك الدم بيجي سمية مهو الله فساد كاش أمه ضي اللي يريقهم إنه ندنسيه بعد الذي كي قال تعملوا عمل فلان وحي الدم بفلان جبيهان غافي شيء للندنسين مهيو qayb yar baa lagu taaban si ay u tooba keenan allah raxmadiisa bal dhow laalum yirjuuna si ay u soo noqdaan fasaadka culimada waxa ku fasireen bariga waa banaanka bahrigana waa magaalooyinka waaweyn oo luqad ahaan waa la yiraahdo magaalada weyn bahri baa la yiraahdo oo nin nabiga u yimid oo ahaa boqor meel ka ahaa bahrigiisii buu ku sugay sakan oo bacala bahri buu ku sugay waa xadiis weyn marka bahriga luqad ahaan magaalooyinka waa weyn bahri baa la yiraahdo barigu noo wabnaa ku culimo badan baa saa ku fasirtay culimadu waxay leeyihiin waa barigi caadi ah iyo barigi caadi ah marka bariga fasaadka baa ka muuqdo markii dilkii iyo dhici wax wal markii dambigii batay iyo gaalnimadii yaa in la isdilo oo abaari dhacdo oo wax la cunna la waayo yaa batay badana waa sidoo kale roobku markuu yaraado xawayaanka ku jira badda uu inda beeli wuxuu cunana heli maay jawhartii baalkan arooga la yidhaahdo luulku ka soo dhaxbaxo taar dhalan mayso roobku markuu do'o ee badda ku do'o yaa baalka carooga baal caroogu ego waxba ku jira waxaas uu soo bixiyo luul iyo jawhar buu noqon xawayaankeena indhihi buu la bixiyo meel walba sidaas u dagaya uu sarmaya marka waa sidaa way fasaadkii badda iyo bahri buu gal waa dadka dambigiisa way baddi saasay u fasaaday barigiina saasay u fasaaday waa dadka dambigiisa way marka Allah subhanahu wa ta'ala raxmadiisa in yar buu dhadhasiyay kuma wada fidin dambigoodii ciqaabtiisi kuma wada fidin qayb yar buu ku riday si ay u tooba keena Allah subhanahu wa ta'ala raxmadiisa ka mid tahay daaran fasaad fasaad kiiba dhaahira fil barri wal bahri oo fasaadkum xuu dhaahira waa isdil iyo islaac iyo daacuun iyo roob la'aan bisabab ma shay sababti kasabad ay kasbatay ay dinaas dadka cam dambi ah gacanta waxaa loo cabiray afxaashi inta badan baa gacanta lagu qabtaa Allah muxuu fasaadka u dhaahiriyo u dhaahiri fasaadku liyudiyo muxuu fasaadka u dhaahiriyo oo fasaadka dartii oo ciqaab ugu rido bilmata roobkii uga joojiyay liyudiyo inuu dhadhansiyo bacda ladii fi qaarkii amalu ay amal fana lacalum yirjucuna si uu soo noqdaano u tooba keena Allah raxmadiisa ka mid qul waxaad tidhaa qoladan aad la joogto waxaad ku tala siiru socda fil ardi warba dhulka socda oo taariikhda dhagaha ka dhagaysa oo qalbigiina ku fikira oo indhihiina ku soo arka kayfa siduu kaana hada caqibta ladii ku cidhibtooda min qabl hor kuyidi ka horrey bal cidhibtoodu say noqotay kaana wuxuu ahaa aksaruhum badakood mushrikiina buu ahaa badakood mushrikiin bay ahaay marka bal ciqaabta ku dhacday ri'lata shitaa'i wa sayf qoladan carabta waxaa lagu manaysay xagaagii waxay u safri yaman shiilaalkiina waxay u safri shaam mid walba waxay soo arkay dadkii halaagsamay yaman markay tagaan saylul carib saylkii dadka ku butaacay ee qolada nasaartii ka soo baqdeen iyo qolada makatibid iyo ka soo baqdeen xaggan markay tagaan qura qowm lood iyo qowm saalix iyo madyan iyo wixii baaba ay soo arkayaan oo dhulka socda la yid oo indhahana wax ku soo arka dhagahana taariikhda ku soo dhageysa qalbigana ku fikira dhulka soo xmaraalay saad ogaataan oo ugu waantootaan qul waxaa la isiiru socda fil ardu ardada dhexdeed oo fanduru eega kayfa siduu kaana ahaaday caqibatu ladina ku cidhibtooda min qablikum idinka hortiina kaana aksaruhum badakood wuxuu ahaa mushrikiina bay ahaay sidaas darteed baa loo halaagay nabiyullaahi maxamed waxaa lagu yiri faaqim toosi wajhaka qasadkaaga
يراعد هذا اللي دين الدين كالقيم أتوصنا من قبل أن يأتي أنتوا إيمان كهر يوم ما لله مرد وح علين كرا له نتين من الله ألا حقيس وح الله مركو حكومة علين كرا ونتين يوم إذن ما لنتها يصدعون ويكالوا بحيا ويكالوا شبايا ويكالوا دلاعيا صدعوا ويكالوا شب سولم إذا أدتك ويكالوا شبا يولا بكو حوض بالنغي وانتا ويكالوا شبا يقول الله محمد بحالو يري قصد كاجا وجهك وا قصد وجهك وا لو عبره وحبنته او قروح بدن قصد كاجا يا فاعداده دينتا توسن لي لغو سدجهاتو مالتا سينتا اينيمن وا مالتا مال العذر تشوسن كتا اني شيرين مالتا وكلا دلا عيان دد او مخي نكونيا فريق في الجنه وفريق في السعير بين خدي وا كان كلا جبتي ونغو سو سودا فاقم توس وجهك قصد كاجا توس للدين دينك القيم اتوسنا من قبل أن يأتي أنتو جيمت كهر يوم مال إلا مرد وحعلين كرا له يوم كونتين من الله إلا حقي سوحكي علين كرا يوم إذن مالتها سيستدعونك على تبايان وكالا دلاعيا من كفر واكا كالا دلاعيا من كفر القفكي قالوا فعليه دشي سوحاصر كفر قال لما ديش إساقوا بيصارت وحيد نبه قال لما ديش إساقوا إساق الله واحد ومن عمل قفكي عمل فلا عمل صالحا عمل وناكسا فلا أنفسهم نفتوذون بيمها دون أقوق الحالية لقيامها weli jannadi ma ina gaadin adduunka gogol xaalki gogol xaalku ma taqaan meel la diyaariyo gogoshi iyo wixii lagu cunay lahayd lagu diyaariyo way oo dadka iman doona yalo si diyaarinay naftoodu mi ugu gaxaadaya oo guriga degi lahayn u diyaarinay cidna waxba uma tarayaan qofkii daacay saacidna waxba uma tarayaan isagu baa wax isu taray ki gaalobana gaalimadu isagu ma dusha ka saarantahay cidna waxba kuma yeelay man ka faro qofkii gaaloba faaleehi dushiisa kufru gaalimadiisu taay ومن عمل قفك عمل فلا صالح العمل وناكسا فلا أنفسهم نبتر ذي يمهدون أقوق الدقيان أقوق الحالي محايد نفتر ذي أقوق الحالي ليجزي إنو ألا أبا المريو الذين كوي آمنوا مؤمنوا بي وعملوا عمل فلا أصالحات عمل وناكسا من فضله فضل جيسي الرحمة ديسا كأبا المريو إنه ألا لا يحب سيدي سبا ما تعالى الكافرين قال هذا الله ما تعالى ولذا معتزيلة دي واحدين الله تعالى يعرب مدنا مالبين إسعيك وحلوك كذا وح سعيك وحكذا لا وحسين وحسين تامويه سعي الله ما لبيده معتزلة وحيدهن الله ما لها بيدهن عرض عرض وحي كذا لا لها وين سفدي الله لها قدام بيبنان كودرين معتزلة يعدي ثعسنا وكم حال يسوي الله حوليه إنه ألا لا يحب ما تعالى هو الله سبحانه وتعالى كواس أي أقوق لجنايا ليجينا إنه أبال مريه الذين كوي آمنوا من نبي وعملوا الصالحات عملوا واستنسموا من فدري فالجيسي الرحمة دي إنه ألا لا يحب متع على الكافرين قال الله سبحانه وتعالى عمل كصالحة إن بدن بين برار الشني وإن الشرك يبدع الله بضع كنا بضعه مركب بعمل صالح نقول أن يكون لله وأن الله عتك لله وذا جنين شرك بكنا بقلي وأن يكون على طريقة النبي الله والذي وإنه هي ومن آياته ألا يليه سوى حكم سبحانه وتعالى أن يرسل إنه دل الرياح الضبيلها مبشرات الحالة بشارين يان والرب يهر سعلا إيه وليذيقكم إنو إذن دردنسيه من رحمة رحمة ديسة يهو بشارين أيام الرب كابو حيوهر سعلا مركز دبايش في الرب كهر سعطر رحمة ديسي بعد دي ولتجير الفلك الدونه هنا إنا سعلا بو الله دبايش أقدري بأمره إساقا ما أمر كيسا كو سعلا دويه إلا دويه برقاتشو قد دبايل بيكو سعون شرين ولتبتغو إنا الدلبتان من فضله فزقه على الدلبتانه دويهان أدقوغا نحستان وكو تجاري ستان oo min qaarad ila qaarad aad u kala gudubtaan hada xeebaha Soomaaliya hada tagto intaas oo doonyood ba hal mar ee boosaasiya soo joogsan berber soo joogsan intaas oo doonyood intaas oo markab oo wax laga soo dejin iyo wax la saari aad la yaabantahay ganacsiga meesha ka jira inaad fadhigiisa ala dalabtaan iyo walaalku tashkuruun inaad ku shukriyo nicmada Alle inisiin Allah subhanahu wa ta'ala dabayluhu diri dabaylahaasi koow waa mubashiraad oo roobay hor socdaano roobay hoggaaminaya rahmad diba markaa di oo lagu raaxaysan mid kale doontii ba socon baantii waxa loo yiri doontii bay socon kaliya hadii leeyda amarkiisa aan la sheegin dabayluhu mid waa mid xoog badan qaasifa oo inay gaddida laga yaaba midna waa mid khafiif oo dhaqaajin kareen marka maamul allee ku socdaan oo dabayl caadi ah oo afgambiyeynin xoogna la hoosoconaysa iyo allah diraya subhana wa taala marka haddii matoor bay ku socdaan hadda matoor الله دتك كويلها إلا مطور كلفتي سأل الله دتك كويلها ميه مطور حاولي كسعودة كسعونية بقول كن أوطان إسوع مركب قوته يقول إن قد غاقين السيد عبد أورك رهابي أو ما شدوا نتيجة
هل كيلو أما نشكيل عداد بدا سأقوله دسالك وتاك إلا خذ لي سبلنا وحي المناسبة أبو حنيفة رحمه الله يعني من ملحدين إلهي إلهي شمت قارئ يدوى لك سوائي حقوة شوغة وكير آمسي وكاسا وحيد وحنك فكري وحالا يشاكي دون بوحده وشاحنا وبدا لحماحي وانعذ وذا تاتيرين يالا يشاكي بوحد ما مدعك كرتي إلهي وهذا صمدني أرضنا بلا ستا جنبه وأن الله لها يبكي أبو حنيف معنى هذا أنت الله بعوضه فرسمدي سكوة فرسموكو إلهامية بكوة ومن آياته آياته سوحا كمدة تدل على قدرته أن يرسل الرياح طبع إلها إنه أدره مبشرات إيوه بشارين إيوه روب هر سعودة وهو أدر إيوه كلو يذيقكم إنه إذن ندنسيه من رحمة الرحمن والروب كان دمائش هر سعودتاي إذن كده إلو إيه ولي تجريب فلك دونتو إنه سعوته بأمره ألا ما أمل كيسا كو سعوته والضبايل في عن وألا سيه ولي تبتقوا ولي بإن الدلبتان من فضل الفضل قيسو الدوئيها إساقتها اللبتان لنعيها إساقتها اللبتان ولعلكم تذكرون الدبادين أتكو شكرية عن الله سبحانه وتعالى ولقد أرسلنا واندفع النبي الله محمد ومن قبل كهرتاء رسولا باندفع إلى قومهم بان أدفع فجاؤوهم رسوشي قوم في الله دير وحيوا لي مادين بالبينات حجوين على عد دبادين نوي بيني انت سألك كجد فانتقبنا وكأر قدني من الذين كوي أجرموا الدنبابي وكان وحوء هذا حقا حق علينا دو شيئا نصر المؤمنين مؤمنين تقرقار كوذا أنا أوليهم الله سبحانه وتعالى ذلك مؤمنين تيه مرمد اللبات هبلس وقد بوناتيه مركي الله عابد إياه الله سبحانه وتعالى فرد أمبو أسمينه النبي قال لقو دي فيه قالينه قلبي قال لقو وناتينه أدقو هرطار رسول بعلا ديني وقال لبيني وان باب بيني مركي وحبتنها كقلي قرقار كو أدقو أمبو كوي من أدقو بقوبت تشوق الدونه ولقد أرسل الله وانده من قبل كورتار رسول الرسول إلى قوم تلقوا بانده فجاؤوهم جاؤوا ذفاع الكاذو رسوشه أنهم هم تبفعول كيهن ذاتك أنهم فجاؤوهم ويجمادين بالبينات حجوين عدعاد دبادئ نوي بينيين باميسا كوشت فانتقبنا وانكار قذني من الذين كوي أجرموا الدنبابي وكان وحوء هذا حقا حق علينا دو شيئا نصر المؤمنين مؤمنين تقرقا كيه الله قال الذي الله يرسل الرياح الضبيله الدرا فتصير الضبيش وحي كعن سحابا ضرور بكعن او سحاب حق بده هذيك كعدن بيي خمبارسنتاي دبيشي وا ضرور كعن فيسده الله ضرورته بلاده في السماء السماء كيف يشاء يسد دونه ويجعله ضرورته وحكي لكسفا غوغو او اسمها هيسه هدي دونت عيدكم ما ود ددني ضروره وا وين بين نكون فترى واد اركيسا الود قدبيعده يخرج إنه كسبه من خلاله ترورها الدحمة الله سبحانه وتعالى دبايل بودري ضرور باكعي ضرور هذا بالمثل عرق أو بنان مركي نكعي سو عرق يا عرق أو بنان ووح ضروري لها بعد ما يلبس كوارك حبض يا لو دقيقين هذا شوك بعد حبض كلا عرق وحلا جي يا شن دقيقة مركا شوك إنه عرق يا ضروري وبودرة الله تعالى marka qoliyaha waxaydeen qoliyaha ka shaqeeya ee waxan yaani hawada iyo waxa ka shaqeeya daruuruhu xaga badda badda lafteeday ka kiciyago biyo xambaarsan oo korbay biyo u sii wadi dhaxday ku sii macaanan qoliyaha fadeen isku saasay ilaade laakiin ilaahay baa ogey daruurtu way kicun ka soo qaad googo bay noqon marna cilkay ku balaadan marba sidii Allah doono Allahu alle alladhi Allah wuu yusulu riyaha dabaylaha dira fatusiru waxay kicin saxaaban daruur bay kicin فيبسده الله ضرورة سبلادين في السماء السماء الحقيقة والسماء دي كوكا لفيدي كيف يشاء سيده يساق طوله عدكو عدم بكوكا لفيدي ويجعله بكيالي كسفا قوقع بكيالي توينو هالكاسي توينو هالكاسي تاسي هالكي كهوري تنه هالكي كهوري فترى الودخة دي بعدي بعدك يخرج يساق كسو به من خلاله لحديث الضرورة ولكن الضرورة كوكوهاته دي بعدي بكوكو دعصو به فإذا أصاب مركو أصيبه به biyaha iyo madalka ma yeeshaa qofku doonaa ku kaasi min ciyaadii idaa waa biyo isla markiiba yasabsuuna bishaareysanay daruurihi kacay ee kala balaadhay ee kala googoay ee sulfuule markay horto cidii alla ku daasiyo markaaba iyo faraxsano alxamdulillahi laho ee intu cagaarkii maxaa suugi soo baxay faraxsan baad u iman markay in suufiya soo lama rabo faa'ida asaba marku alla ku asiibo bihi biyaha roobka ma yeeshaa qofku doonaa min ciyaadii adoomisa kamida إذا هو بيجو إسلام مركيبة يستبشرون بشارة سنة
marka markii roobku inta yimaado abaarsu tagto la bishaareysto xamdi waa in lagu daraa wayn kaanu weynu xaal yeeshaani kaanu waxay min qabli an yunazala intii lagu soo dajiyay koor calimtu shooda min qabli inzali labo bisheen ku waqo sabah dadka saa u bishaareysanay markuu roobku ku do intii roobka ka horeeyay way ba qoseenba roob be heli mayno waa abaar waa la baabay dad ba iska qabdhiciyo xoolihi ba faraha ka qaad markii roobku ku daana saas u bishaareysan marka waxa la rabaa de markii roobku daana in Alla lagu shukriyo la caabido markii abaartu jidsan Alla la bariyo wayn kaanu inuu xaal yeeshaani kaanu waxay ahayn min qabli an yunazala intii lagu dajiyay koor alayhim dushooda min qablihi min qabli al-insani dajinto koor lama bisina kuwa qusabay ahay fanzur bal eeg Allah subhanahu wa ta'ala ila athari rahmatillah alla rahmatii sifaat keda eeg kayfa sidu yufil ardu dhulka u noolay baad ma intaa intay dhabta billahi rahmatii sadaw suuno rahmatii sifaat keda dhaw meeshii abaarta ayda fulaylka ahay yuntu roobku ku dhaco biyo halka fadhiisan oo la qaboobo iyo cagaarkii soo baxaya markaasi xoolihi iyo wada far xoolo ku dhodo way farxayaan ogow xoolo ku dhodo far ilaahay raxmadii sabrsaad keda dhaw marka waxa la rabaa raxmada alla leeyahay in alla uu laga bari fadur bale ila asari raxmatillah ilaahay raxmadii sifaat keda bale fiat ka samaysay kayfa sidi yuhil ardu baad dhulka uu noolay baad ma taa dhimashadeed kadib ilaaha sidaa yeelay inna dalika allahasi lamhiil mutaaddi kuwa dhinteen uu soo noolay allah dhulka sidan u noolay waa tusaale la ina siiyay liinugu baraarujiyay inna dalika allahasi lamhiil mutaaddi kuwa dhinteen uu noolay wuu alana ala kulli shay shay la arka kulligi qadiru ku awoodo way sidaa uu ogaada waxyaabaha la ina soo hordhigay waxaan ahayn oo dhan wax walba allah uu karaa subhanahu wa ta'ala allah qadirka aabid baa lagu leeyahay subhanahu wa ta'ala.